معنا من مدينة أنطاكيا هاتفيا عضو اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري رشدي مفتي. مرحبا بك سيد رشدي. إذن الأمم المتحدة تحذر من معاناة إنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إذا تصاعد القتال، هل من تقدير موقف لحال المدنيين في أثناء الحروب؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بالواقع فعلا كثف النظام بشار الأسد والميليشيات الأجنبية في الموالية له في الوقت السابق هجماتهم على المناطق في محافظة إدلب وريف حماة، منتهك الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار بالمنطقة. ولكن لو نظرنا إلى بالأساس إلى هذا الاتفاق، موافقة روسيا على الاتفاق بالأساس لم تكن مرتبطة فقط بسوريا وما يحدث فيها، وإنما أيضا ارتبطت بتعزيز العلاقات مع موسكو علاقات موسكو مع أنقرة. الأمر اللي ارتبط قبل كل شيء بالتعاون الثنائي تجاريا بين البلدين. حسب وجهة النظر الأولية للأمور الانتهاكات اللي عم تصير الآن في الوقت الحالي هي لن تستمر طويلا وسيتم السيطرة عليها، لأن روسيا هي المتحكمة الأبرز في الأوضاع في سوريا. الاتفاق اللي أعطاها مكاسب قوية، أهمها المؤشرات على ظهور حلف قوي يجمع بين كل من روسيا والصين وتركيا، خاصة في ظل التباعد خلال الفترة الأخيرة بين تركيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. إذا مصلحة روسيا في المنطقة هي تدفع تركيا إلى الانسحاب من حلف شمال الأطلسي الناتو وذلك لإضعاف أوروبا. إذا هي مصلحة مشتركة بين روسيا وتركيا، وضمن هذه الانتهاكات ما تستمر طويلا. هناك انتهاكات كما ذكرت وخروق للنظام وميليشياته على إدلب وحلب وحماة المشمولة باتفاق خفض التصعيد على المدنيين، ما تأثير هذه الخروق والانتهاكات؟ حقيقة بدون وقوع هذه الانتهاكات بالأساس الوضع في إدلب والوضع في هذه المناطق الموجودة هي المحررة الآن حاليا هي بالأساس هي يعني وضع كارثي وضعها. مع وجود هذه الانتهاكات سيزيد من الأزمة سوءا فوق السوء الذي تعاني هذه المناطق. فهناك كثير من المخيمات كوارث حقيقية تحدث فيها الآن بالذات في هذا الفصل فصل الشتاء. طيب بالإضافة إلى أنه أكثر حتى المتواجدين حتى في بيوت سواء كانت هذه طينية أو غيرها يعيشون أيضا أزمة اقتصادية حقيقة تخنق جميع من هم متواجدين في هذه المناطق. فستكون كارثة إنسانية حقيقية في حال أنه تطورت هذه الانتهاكات. لا أيضا إذا حصلت حرب على في حلب ستكون الكارثة أكبر طبعا. قائد الحرس الثوري قال إن بلاده سترسل قوات لحفظ السلام في إدلب وفي شمال غرب حلب، هل ترى أن إيران يمكن أن تكون جزءا من الحل في هذه المنطقة؟ في المنظور الموجود الآن لا نتوقع أن يكون لإيران دور حقيقي في هذا الوقت، وأتوقع أن روسيا ستمنع انتشار هذه القوات ولن تسمح لها بالانتشار. نعم. طيب هل استعدت برأيك المنظمات الحقوقية والإنسانية لكارثة وقوع حرب إن حصل؟ وكيف ترى التعامل هذه المنظمات الدولية مع الأزمات التي يعيشها اللاجئون والنازحون؟ هل ترى أنها ترقى يعني لمستوى الأزمة؟ لو أتينا للأزمة بالأساس، المنظمات الدولية هي أحد المتسببين في هذه الأزمة. الآن مثلا أضرب لك مثال بسيط، الآن مثلا الأمم المتحدة بحد ذاتها وتخصيصاتها للأوتشا تتحول أجزاء كبيرة لداخل دمشق، والجزء الأبسط يتحول إلى هذه المناطق المحررة التي هي خارج سيطرة نظام الأسد، فتسببون من اللحظات الأولى في هذه الكارثة الإنسانية. أظن أن ليس هناك أي مساعي لتلقي هذه الأزمة بالشكل المفروض، ولكن هناك يمكن أن تكون هناك تدخلات من منظمات محلية على المستوى السوري لا يتعدى الأمر أكثر من هذا. وهناك أيضا بالوقت نفسه هناك تضييق حتى على المنظمات المحلية، فالضغط على الدعم الذي يأتي من بعض الدول التي تدعم هذه المنظمات أو المشاريع الضغط عليها من أجل اتخاذ قرار أو تسيير قرار معين هو يسير بشكل مستمر وله فترة طويلة. شكرا جزيلا لك من أنطاكيا عضو اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري رشدي مفتي.